حياكم الله، لما كنتم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. رجح خبراء اقتصاديون انخفاض ايرادات العراق العامه بنحو 3 مليارات دولار نتيجه تزامن تراجع الصادرات النفطيه الى 3,300,000 برميل، واشار الخبراء الى ان الخسائر المنتظره تاتي مع التخفيضات الالزاميه المفروضه من منظمه اوبك بسبب تجاوز الحصص المخصصه للتصدير والتي اكدت بغداد الالتزام بها خلال الاشهر المقبله، موضحة أن الفجوة بين الصادرات المخططة في الموازنة والفعلية تجاوزت 200,000 برميل يوميا. كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاقة أن تغطية عجز الموازنة العامة عن طريق الدين، وهو أسهل وأقرب خيار للحكومة، يكون عبر الاقتراض من المصارف الحكومية ويمثل دينا داخليا. وأضاف العلاقة أن العجز متأتي من ارتفاع النفقات بشكل مستمر بحيث لا يقابله نمو بالإيرادات وخاصة الإيرادات المحلية، لذلك أصبحت هناك نفقات ملزمة وغير مرنة في الموازنة العامة للدولة كالرواتب التي تحتل النفقات. شدد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية كاظم الشمري على ضرورة تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية من أجل القضاء على الفساد المستشري بمؤسسات الدولة. وذكر الشمري أن الحوكمة الإلكترونية ليست فقط للقضاء على الفساد، وإنما أصبحت جزءا من علم الإدارة الذي بات حاجة ملحة في كل مفاصل الدولة، داعيا إلى تطبيق هذا النظام في المنافذ والضريبة وبعض الدوائر الأخرى. وأشار الشمري إلى أن الموظف العراقي سيبقى موظفا ورقيا غير قادر على محاكاة التقدم الحاصل في الإدارة على مستوى العالم ما لم يتم تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية. أكد باحثون اقتصاديون أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة تجذرت من الموروث المتراكم نتيجة لتوقف التخطيط والتوسع العمراني لسنوات طويلة أعقبت الحصار على العراق عام 1991. وقال الباحثون إن النمو السكاني المتزايد قياسا بعدد الوحدات السكنية الموجودة في البلاد يضع الحكومة في موقف المسؤولية بسبب غياب التخطيط لسنوات الماضية والعشوائية والفساد في مشاريع الإسكان والمجمعات السكنية الاستثمارية. بدأت الأسواق المالية تعاملات مستهل الأسبوع بحذر، حيث شهدت الأسهم في آسيا أداء باهتا في حين تراجع الدولار قليلا قبيل أسبوع حافل تتصدره الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المتوقع أن تشهد تنافسا شديدا. كما سيحصل المستثمرون هذا الأسبوع على محفزات تتعلق بالسياسة النقدية العالمية مع قرارات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك السويد وبنك النرويج. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.